السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. بغيت اليوم نقول لكم معواشركم مبروكه وذكرى مولد نبوي سعيد. دوزوه ان شاء الله برفقه الوالدين ديالكم، الاصدقاء ديالكم، جيرانكم، احبابكم. كنهني جميع الناس لا من المغرب او الدول العربيه او الناس اللي ساكنين بعيد عن البلد الام، خاصه حنا الناس اللي ساكنين في اوروبا. كنهني جميع المتتبعين ديالي وجميع الناس، وشكرا جزيل الشكر للاخوات اللي باركوا لي يعني العواشر، سواء كانوا مسلمات او مسيحيات. شكرا لكم بزاف. لقيتوني غاده للميركادونا، خاصني شي حوايج. كنظن ما كاينش شي مرا ساكنه في اسبانيا ما كتمشيش للميركادونا نهاريه نهار لا هادشي، لا ما كانش كتمشي يوميا. المهم غنوريكم شي منتجات اللي ما عمري ما وريتهم سابقا، منتجات اللي غينفعوا بزاف المراه اللي عندها الوليدات في المدرسه او للناس الطلبه. وكذلك غنوري غنهضر على واحد المنتج اللي ربط عليه بالبلاد بزاف، اللي خاصكم تردوا منه البال. كاين في ميركادونا راه كل حاجه عندها الاستعمال ديالها، خاص دائما نقراو قبل ما نستعملوا حاجه. ماشي اي واحد قال لنا هذه حاجه زوينه ندهنوها باللحم ديالنا. نتمنى انكم تفرجوا الفيديو حتى الاخر. اول جوج ديال المنتجات اللي غنهضر لكم عليهم هما هادو اللي كيحيدوا البقع من الملابس ديال دكتور بيكمان. هاد الماركه هادي ماشي ديال اسندادو. المهم اول منتج كيحيد الصباغه، كيحيد الحبر، كيحيد الفتر، وكذلك يعني الستيلو من الملابس، خاصه يعني الطابليات ديال الاطفال من كيرجعوا من المدرسه. بعض المرات كيكون فيهم هاد البقع اللي كيتشكاو منها بزاف ديال الامهات وما كيبغيوش يتحيدوا. كذلك كاين هاد المنتج هذا اللي كيحيد الصداء من الملابس، وكذلك يحيد البقع ديال العرق اللي كتكون بعض المرات في القوامج، دوك البقع الصفرين اللي كتكون صعيبه انها تحيد. حاجه اخرى اللي غنشارك معكم هي هاد البونجه السحريه، هاد البرادور ماخيكو. ما قالوا سحري حتى كان سحري. هذه كل وحده كتجي فيها ثلاثه ديال البونجات، فيها جهه في الابيض وجهه في الغوز. شنو الدور ديالها؟ انها كتحيد الوسخ من الحيط، وكذلك كتحيد الطبايع الصعاب اللي كيكونوا عندنا في الحيط. بحال مثلا اذا رسموا لنا الوليدات ديالنا بقلم الرصاص اولا بالالوان، هرقوا العصير، تهرق الحليب بالشوكولاته اللي كيخليو الطبايع قهويين ومرشوشين في الحيط. عندهم بزاف الاستعمالات. انا جربت هذه ديال ميركادونا، وجربت كذلك الماركه ديال ديز، ولكن ماشي بزاف ديال الناس عندهم ديز في المدن ديالهم. فانا كنصحكم تكون عندكم في الدار، الثمن ديالها رخيص €43، ولكن النتائج ديالها البنات عجيبه. انا جربتها، غتلقاوها في البلاصه اللي كيبيعوا فيها داكشي ديال الكوزينه، الحلفه، لوانتيس، صابون ديال المواعن، تما راهم كاينين. من كتبغيو تستعملوها كتفزقوها، هي كتطلق واحد الرغوه ديالها، تعصروها مزيان وبالجهه البيضاء كتبقاو تمسحوا، وهي كتبقى تذوب. ما حدها هي كتحيد لكم الوسخ وهي كتذوب، والنتائج رائعه. ودابا غنهضر لكم على هذا البرودكت او هذا المنتج اللي خصيصا درت عليه صراحه هذا الفيديو، خابون بلاندو كيتا مانشاس ناتورال. هذا لا يشكي صلح، كيصلح يحيد البقع من الملابس. بحال مثلا دايرين على انه كيحيد الصفوريه اللي كتبقى في الكول ديال القوامج، كيحيد بزاف ديال الطبايع. مثلا لي بيبي من كيكونوا صغار بعض المرات كيكونوا لابسين البودي، واخا كيتصبنوا كتبقى فيهم داك الصفوريه ديال الكاكيتا، كيحيدها. يعني طبايع خاص كيحيد الطبايع ديال الملابس. دايرين على انه فورمولا بوتينت، يعني التركيبه ديالو مجهده اللي كتغلغل في البقعه وكتحيدها. سولوني عليه بزاف ديال الاخوات، سحب لهم بانه الصابون البلدي. سولوني قالوا لي واش كاين الصابون البلدي في الميركادونا، قلت لهم لا راه ما كاينش في الميركادونا. دخلوا بعض الاخوات، كل وحده بطبيعه الحال من حقها انها تعطي الراي ديالها. قالوا لي لا راك غلطه، كاين الصابون البلدي في الميركادونا، وها كيدير وها كيدير وها كيدير. قلت لهم لا البنات نعلو الشيطان، هذاك راه ماشي صابون البلدي، ها لا يشكي صلاح وها لا يشكي صلاح. قال لك لا حنا جربناه وخرج لنا الوسخ وخلانا اللحم من داك الشرفيع. انا ما كنكريتيكي حتى شي وحده وما كنتاقد حتى شي وحده، غير بغيت نوضح البنات اللي ما تعرفوش اللغه الاسبانيه، او لا يلاه جاو جدادين، او سيمبلمنتي ما قارينش. هذا راه ما تيصلحش للجسم، هذا تيصلح فقط يحيد البقع من الملابس على داكشي حاطينه حدا اريال
وحاطين وحده المنتوجات اللي كتحيد الدهن والبقع من الملابس، منتوجات اللي عامره بمواد كيميائيه، مواد اللي مسرطنه ما تصلحش نديروها في الجسم ديالنا. بطبيعه الحال كل واحد حر في راسه، انا ما كنبزز على حتى شي واحد وما كنكريتيكي حتى شي وحده فيكم، مع كامل احترامي لكم كاملين، فقط كنوضح الصوره. الصحه لا تشترى بثمن، بغيتوا الصابون البلدي جيبوه معكم المغرب او في بعض الكاريفور تقدروا تلقاوه، اما هذا راه للبقع فقط. وبالنسبه للاخوات اللي سولوا على لي باك فحال هذا الشكل هكا اللي نقدروا نعطيهم هديه، يعني يكونوا فيهم سوا الروايح او المكياج او منتوجات اخرين، فراهم كاينين يعني في قاع سوبر ميركادوس ماشي غير في الميركادونا. انا غير بغيت نوريكم الناس اللي يعني ساكنين في البويبلوس وحدهم غير من كادونا، اما راكم تقدروا تلقاوه في الكامبو كاريفور، كذلك كاينين في البرفومارياس وكاينين ديال النساء والرجال. بالنسبه للاخوات اللي سولوني على البلاك فرايدي، فعلى حساب كل محل، كاين اللي غيبداو ان شاء الله نهار الخميس، كاين اللي غيبداو الجمعه، كاين اللي غيديروا الخميس والجمعه، كاين اللي غيديروا الجمعه والسبت على حساب المغازا. المهم انا دابا راني في كيابي، وبما انه بزاف منكم كيسولوني على التخفيضات، فهما راه دايرين 50% بزاف ديال الحوايج، سواء ديال النساء او الرجال او الاطفال الصغار في السيكان في الصبابط. مهم بغيت نديرها لكم في بالكم اللي كيهمها الامر وبغات تشري شي حاجه. اي سينو ان البلاك فرايدي راه كيديروا التخفيضات، سولتهم صراحه شحال غيديروا ديال التخفيضات، قالوا لي ما كنعرفوش حتى النهار بنهارو او نهار قبل بالليل عاد كيجيونا الاثمنه. وحتى كيابي صراحه عندهم البيجامات وعندهم البنوارات زوينين بزاف سخانين، وعندهم بزاف ديال اللوينات، يعني كاين الانسان فين يختار. المهم تسناو البلاك فرايدي نشوفوا واش غيديروا شي تخفيضات اولا لا. حتى البيجامات عندهم عجبوني صراحه بزاف، التوب ديالهم غليظ يعني توب كيسخن ديال المدن اللي فيهم البرد قارس. وعندهم كذلك موديلات اللي كاينين يعني في جميع المحلات، كاين التوب اللي داير فحال المبرا، كاينين دوك تويبات اللي دايرين فحال الهايدورات ديال الحولي. المهم كاينين بزاف ديال الاشكال والانواع. بالنسبة للأخوات اللي سولوني على الملابس ديال المحجبات، يعني الملابس طوال فين يقدروا يلقاوهم، في كيابي مثلا هانتوما كاينه هاد القميجة هادي راها طويلة يقدروا يلبسوها النساء اللي محجبات، كاينه البنات هاد الخراسة هادو اللي سخانين حتى هما راه طوالين. بالنسبة للمحجبات كاين هادو كذلك راه طوالين، يعني كاين بزاف كاينين تلقاو في كيابي الحوايج المحجبات. انا براسي مين كنكون هو ده المغرب، يعني شحال مره كناخد قويم جات طويولين شي حاجه بحال هكا الام ديالي. كذلك في كاريفور راه حتى هما تيجيبوا الحوايج المحجبات، يعني ماما فاش كانت جات العام اللي فات خدات بزاف ديال القوامج خفافين هكا للمحجبات، تيجيبوهم كيبيعوهم طوالين. يعني هنايا في الاسبان راه ما تلقاوش مشكل. بلاتي نوريكم كاين هاد الخراسه حتى هما راه طوالين للمحجبات، كاين كذلك هاد الخراسه هادو راه فيهم الالوان حتى هما راهم طوالين، راه جايين حتى لتحت طوالين في الالوان. فاللي سولوني فين تقدروا تلقاو الحوايج ديال المحجبات، كاينين في الكيابي، كاينين في الكاريفور، كاين كذلك في السيه حتى هما تلقاو الحوايج طوال، لا المنطوات ولا القوامج ولا الخراسي طوال، راه موجودين ما غتلقاوش مشكل انكم تلقاوهم.
او دخلت البنات دابا للدار وغنشارك معاكم واحد الكيك اللي كان صايبو صراحة، كيجي زوين بزاف، كيك ماجيك اولا الكيكة السحرية. راه كان شي ايام موضة وانا صراحة كتعجبني بزاف، مرة مرة كنديرها. غنحتاج في المكونات 4 ديال البيضات اللي غنفرق الصفر بوحدو والبيض بوحدو، غنحتاج 500 مليلتر ديال الحليب، 125 غرام ديال السكر ثقيل اولا السكر كلاص، 125 غرام ديال الطحين الابيض، 125 غرام ديال الزبدة اللي غندوبها. انا استعملت مانتيكية، تقدروا نتوما تستعملوا زبدة حيوانية، الا ما عندكمش استعملوا غير مارغارين 125 غرام. وعندي جوج ديال الساشيات ديال النكهة ديال فاني بها باش غنسم هاد الكيك هذا. نتوما تقدروا تنسموا يعني ببلازيس ديال الحامض، بالقشور ديال الحامض، او تقدروا تنسموها بالماورد، يعني كل واحد على حساب الذوق ديالو. دابا غنطرب البيض ديال البيض حتى يولي فحال التلج، وفي هذه الاثناء انا راني شعلت على الفران، لحقاش ملي غندخلوا ليه الكيك خاص الفران يكون سخون والنار تكون متوسطه، يعني ديروه على 165 170 درجه. ها هو راه طرب مزيان، كنديروا ليه فحال هكا، راه ما تيزلق ما حتى شي حاجه. ودابا غندوز باش غنخدم اصفر البيض، غندير صفر ديال البيض، غنزيد عليه 125 غرام ديال السكر ثقيل، نغربلوه لحقاش بعد المرات كيبقى يتكور خاص ضروري نغربلوه، وغنطربهم مزيان حتى نحصلوا على واحد الكريمه، حتى نحصلوا على واحد الكريمه بحال هاد الشكل هكا. هانتوما شوفوا بحال القوام ديال الكريمه، والصفر ديال البيض يعني كتبدل ليه اللون ديالو. غنضيف دابا الزبده اللي ذوبت وغنخلط كلشي مزيان. دابا غنزيد الدقيق، وغنبقى كنزيد الحليب تدريجيا وانا كنخلط. واخر حاجه غنزيد هاد جوج ديال الساشيه ديال الفاني اللي عندي، كل وحده راه عندي فيها 8 غرام. بعد ما حركنا الخليط مزيان مع داك السكر فاني، دابا غنبقى نضيف هاد البيض ديال البيض، غنضيفو تدريجيا وانا كنحرك حتى ينسجم لي مع هاد الخليط. وهاد الكيكه هادي راه كتكون يعني ليكيد، كتكون سائله ما كتكونش ثقيله، وكتعطل في الطياب، يعني كتاخذ من 45 حتى 60 دقيقه، يعني الا تعطلت لكم في الطياب ما تخلعوش، لحقاش كطيب على واحد النهار على واحد النار اللي كيف ما قلت لكم متوسطه، وكتعطل شويه في الطياب. حاولوا على انكم ديروها في شي مول اللي يكون القطر ديالو ما كيتجاوز 24 سنتيمتر، لانكم لا درتوها في مول كبير بزاف تجيكم رقيقه، لانه كيف ما شفتوا راه ما فيهاش الخميره، يعني من الاحسن يكون 20 حتى ل 24. جبت المول اللي غندخلو الفران وغشيتو بورق الزبده باش نتاكد بانه الكيك ديالي ما يسيش ليا، لحقاش كيف ما قلت لكم راه كيكون سائل. وصافي دابا غنخويه في المول، شتو راه سائل تردو البال بحال هاد الطريقه هكا. وصافي دابا غندخلو الفران، وهذا هو الكيك ديالي بعد ما خرجت من الفران. راه مين كندخلوه الكيك كيتكونوا ثلاثه ديال الطبقات، كيف ما كتشوفوا الطبقه الاولى دايره بحال الكيك، وهذيك الطبقه اللي الوسط راه ولات دايره بحال كريم باتيسيير، بعض المرات راه كيتشقق يعني ما كاينش مشكل. دابا غنخليه في المول حتى يبرد ليا واحد شويه، وفي نفس المول غنلويه بالسلوفان وغندخلها للثلاجه تبرد على الاقل واحد 3 ديال السوايع قبل ما ناكلوها. وهي البنات الكيك بعد ما طاب زوقته من الفوق بشويه ديال سكر غلاس، دابا غنقطعها لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. بسم الله، وها نتوما نتمنى انها تكون باينه، كتجي فيها ثلاثه ديال الطبقات، كتجي هاد الطبقه التحتانيه دايره بحال الفلون، وكتجي هاد الطبقه اللي الوسط اللي دايره بحال الكريم باتيسير، ومن بعد كتجي الطبقه اللي الفوق اللي هي الطبقه ديال البسكوته. كتجي زوينه بزاف سمحوا ليا، كتجي زوينه بزاف،
واخا يعني المنظر ديالها ما كيجيش يعني ولا بد، واخا ما كتشققش يعني المنظر ديالها ما تيجيش زوين بزاف، على ذلك في اغلب البلايص كيزوقوها من الفوق بشويه ديال السكر كلاص، ولكن البنات المذاق ديالها راه كتجي واعره بزاف. انا غندوقها بلاصتكم، بسم الله. كتجي واعره بزاف، جربوها على حسابي وردوا عليا الخبر. المهم انكم تخليوها حتى تبرد مزيان، يعني على الاقل 3 ديال السوايع، انا خليتها 4 ديال السوايع. مين كتبرد كتماسك، كتجي دايره بحال الفلون، كتجي زوينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. المهم انا طلعت للدار وجدت غدايا، جمعت الدار شويه، ودابا لقيتوني هابطه غنمشي نجيب ولدي من المدرسه. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا كتستافدوا من الفيديوهات اللي كنتقاسم معكم. الاخوات اللي قالوا لي التصويره اللي كنت درت ديال كيفاش تنزلوا البطن بعد الولاده، كنت درت واحد التصويره، وبزاف ديال الاخوات كتبوا لي في الماسنجر هذيك التصويره درتيها قبل ما تزوج ياك. ما يمكنش انا ندير لكم واحد الموضوع على ازاله البطن من بعد الولاده ومن بعد نمشي نقلب على شي تصويره في الارشيف من كنت باقه ضعيفه ونجيبها ونحطها لكم، غنتسمى كنكذب عليكم وكنتفلى عليكم. هذيك التصويره راه كنت مجوجه وكنت والده ولدي، وولدي داك الساعه راه عنده شي عامين وشي حاجه، هذيك التصويره عندها واحد العام ونص. وفي هذيك التصويره راني كنت ديجا تلبقت، يعني كنت ديجا غلاضيت واحد شويه، اما كون شفتوني فاش كنت ضعفت في مره راه وليت كنوزن 57 كيلو. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوني شحال الوزن ديالي دابا، دابا كنوزن 61 كيلو. المهم نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، اللي عندها اي سؤال مرحبا بها، اللي بغات نهضروا على شي موضوع او يعني شي فيديو هكا عجبكم بغيتوني نهضر عليه، نهضر على شي منتوج، يكفي انكم تخليوها لي في التعليقات. وانا داك السعدات الى لقيت عليه اقبال بزاف، راه بطبيعه الحال غندير لكم فيديو، دائما كندير الفيديوهات اللي نتوما كتلغوني عليها. ايوا هذا ما كان، خليتكم البنات في امان الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.